وجودنا أنه في حاجة ماسة إلى تناول فنجان القهوة في قهوة البهجة المعروفة يومئذ، ثم الصعود إلى مرتفع بجانب المستشفى لأحاديث معينة وللراحة ولتبقى اليوم مشمس. ثم عرض علي الفكرة، ولما أبديت شيء من جتني الفكرة صعبة، بادرني بقوله أن لي مخطط من عمي الحاج عندما ذهب إلى الحج، وعليه فإنه من السهولة بمكان أن ندرس الخطة ونشوف إذا كان من الممكن أن ننجح فيها أم لا. واتفقنا بعد أحاديث وحوار يطول ذكره هنا، اتفقنا على رحلة، ولكن فكرنا في أن نضم إلينا على الأقل زوج أو شخص، وبطبيعة الحال سوف نختار أقرب الناس إلينا، هذا شيء طبيعي. فكان أحد الأشخاص من مدينتي، مناص العقبة، اسمه مؤمن محمد العربي، وهو أصغرنا سنا. وكان شخص آخر اسمه مؤمن الخضير، ومن بجن ضالع. واتفقنا في سرية كاملة، وحددنا اليوم، وبعنا كل ما نملك وما نملكه يوم ولا أحد على الإطلاق يعلم حتى أقرب الناس إلينا، لأنها كانت مفاجأة، مع أنها في الحقيقة لم تكن قضية محبكة سرية وتقنية إلى آخره، ولكن بالبراءة اتفقنا على أن لا ينزع السر، لأننا سنتجه إلى مدينة القاهرة ونحن لا نملك أي ورقة رسمية على الإطلاق. وهذا مما يصعب في المهمة تاعنا، وبودنا أننا نخرج من الحدود الجزائرية إلى الحدود التونسية، من الحدود التونسية إلى الحدود الليبية، وهكذا الحدود المصرية حتى نصل إلى القاهرة. وهذا يحتاج منا إلى دقة في العمل وإلى دراسة مدققة وسرية كاملة. 98% من هذه المسافة مشينا على الأقدام، ولقينا صعوبات في الصحاري، على شط البحر، جوع، عطش، الأقدام تسيل بالماء حينا وبالدماء حينا آخر، مشي أحيانا بدون أحذية وأحيانا بأحذية، يعني كانت أتعاب لي، يعني ما نجمش باش نسردها هنا في هذا